أخبركم بأنه في 28 أغسطس 2018 حكومتي جمهورية تشاد والصين تقوما بإعلان انطلاقة مشروع الحصول على تلفزيون بالقمر الصناعي لمئتي قرية تشادية. إن هذا المشروع يطيح الحصول على التلفزيون لأربعة آلاف أسرة تشادية، أي حوالي 10,000 شخص يستفيدون منه. حفلة انطلاقة المشروع تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية رأس الدولة رئيس الحكومة إدريس ديبي إتنو، وإن هذا المشروع سوف تتم انطلاقته رسميا في يوم 28 أغسطس في قرية مندلية التي تقع جنوب العاصمة نجمينا، فيما يقص بلاد نشات 200 قرية تستفيد مباشرة من هذا المشروع، ومنها وصول الأخبار في الوقت المحدد. كما تعلمون إن الأخبار في الأماكن القروية محدودة، وهذا المشروع يساعدهم على تعليم الأمور الصحية والزراعية ومعرفة المعلومات العلمية، ويتيح لهم فرص للعمل. كما يسمح التلفزيون بمشاهدة سلسلة عريضة من القنوات المحلية والإقليمية والصينية ومنوعات أخرى. إن وزارة البريد وتقنية المعلومات الحديثة والأخبار والاتصالات ووزارة الداخلية وإدارة كمال العراج والأمن العام أقرا 200 قرية حسب شروط الجانب الصيني، وتم اختيار قرية مندلية وفيها تقام الانطلاقة الرسمية. ومن ناحية أخرى، تم وضع لجنة يوم 25 إبريل لمتابعة وتقييم المشروع بقرار وزاري. إن شركة ستار تايم الصينية هي التي تقوم بتنفيذ هذا المشروع وجلب المعدات وتركيبها وصيانتها للمدى البعيد في جميع القرى.